اللقطات دي لسه علي معلول حالا. تحس انه بقى مصري مصريين مصري يعني. زمايلنا الحقيقه في البعثه الاعلاميه عاملين شغل رائع جدا، فطبعا هنوري لحضراتكم كل حاجه. اجاياو بيتفرج على فيلم، طب ما قلتلناش ليه اسم الفيلم ده يا جماعه؟ بيتفرج ما ينفعش كده، اكيد بيتفرج على فيلم رعب اكيد عشان ما بيضحكش. فدي لقطات حصريه خاصه بينا. لا وده كمان مدرب الحراس ده بقى يعني تحس انه اتولد في النادي الاهلي تحت تمثال التتشي يعني. مظبوط مظبوط. بس عاجبني يا كابتن اسلام بصراحه الستايل البدل بصراحه عاجبني جدا. كل حاجه حلوه الشكل العام عاجبني. وعمرو محب طبعا المترجم لموسيماني وكل اللاعبين. هنجيب بقى لحضراتكم طول ما احنا شغالين الاستاذ جمال جبر رئيس المنظومه الاعلاميه، كابتن اسامه حسني نجم النادي الاهلي السابق، كابتن وليد سليمان المصاب اللي كان عليه كلام كتير جدا اول واحد كان في المطار النهارده، كابتن سعد سمير احد كباتن النادي الاهلي. اللقطات دي واحنا بنتكلم هتلاقيها دايما معانا علشان برضو نقول لحضراتكم ايه اللي كان بيحصل واللاعبين في الطائره اللي كانت متوجهه من القاهره الى ارض المونديال. مصطفى شوبير طبعا الحارس القادم الواعد في النادي الاهلي، صلاح محسن بيضحك على فيديو بقى تلاقي اللقطات دي، ولا ممكن برضو القاضيه ممكن الله كابتن كابتن اسلام اللقطات دي يعني تاريخ طبعا. يعني اللعبة دي لما تبطل طبعا فعلا هتجيب الحاجات دي من على اليوتيوب وتفضل تتفرج عليها وتقول ان انا في يوم من الايام كنت موجود في بطوله كبيره زي كاس العالم للانديه يعني. ايوه. فاي لعيب تقريبا يعني لازم بفخور ان هو موجود في الفتره دي. بواليا دلوقتي بواليا تلاقي الشناوي بيقول له الكره لا يعني عاوز يخش في دماغه دلوقتي بيقول ايه انا كنت فين وبقيت فين. بالظبط. سبحان الله. خلي بالك من دي مهم جدا طبعًا بيقول طبعًا انا فين وكنت فين والحاجات. وعلى أيوة فكره بدري بنون برضه لازم نصبر عليه قوي لانه لعيب كبير طبعا هداف كويس طبعًا. هي بس محتاجه انتوا لازم الجمهور يعرف حاجه مهمه قوي، النادي الاهلي تقيل قوي فلنته تقيله طبعا تقيله طبعًا جدا طبعًا. في اوقات عقبال لما تتاقلم معاها. معلش يا كابتن انا محتاج افهم يعني ايه فنله تقيله. ما هو بس خلي بالك انا طبعا فاهم بس انا محتاج افهم اللي عايز يفهم يعني ايه فنله تقيله. يعني ايه يا هاني ان انا ابقى قاعد كده وكل ما حد يتكلم يقول اصل فنله النادي الاهلي فنله تقيله؟ عايزين برضو نبتدي فنيا يعني مش وزن فنيا وكل حاجه. هقول لك بص احيانا انت لما بتلعب في نادي اخر غير النادي الاهلي حته المكسب والخساره عندك اللي هي ايه بتقول ممكن اكسب النهارده ممكن اخسر بكره. النادي الاهلي مش عنده وانت قلتها يا كابتن اسلام أيوه. في البدايه قلت ان وهاني العجيز اللي قال كمان قال اني هي وان واي مكسب بس الكره مكسب بس ورسارت قالها والناس قالوها دي واحد. اتنين الجمهور انت بتخلص المباراه التوابع بتاعه المباراه صح. يعني في انديه بتخلص المباراه نسيت المباراه لكن انت ممكن يعيش معاك المباراه. انا احلف بالله ان احنا مره خسرنا مباراه ما عرفناش ننزل من البيت 3 4 ايام يمكن لما بعد 4 5 ايام الناس تقابلك تكلمك. فدي فالناحيه بقى النفسيه بقى انك انت عايز تعمل كل حاجه. في لعيبه بتيجي بتتظلم من الـ من الـ من الـ من الحته دي يعني بيجي عاوز يعمل كل حاجه فبتلاقيها بتيجي ضده شويه. فلافيو انت كنت عايش معاه كابتن اسلام طبعا فلافيو. طبعا قعد موسم بس المدرب كان مؤمن بمانويل جوزيه ان هو لعيب كويس وفرود كويس وان هو يعمل حاجه كويسه. ابويا محتاج بقى ثقه مستر موسيماني زي مستر مانو جوزيه بالظبط. انا شايف ان هو لعيب طبعا مش انا بقطع سوري انا بقطع لا اتفضل اتفضل ان هو فعلا محتاج ماتشات. الناس كلها ممكن مش عاجبها بواليا في اول ثلاث ماتشات مع النادي الاهلي لكن لازم الناس تفهم ان انت ما دام فرود وبتروح للجول كتير دي حاجه كويسه دي حاجه ايجابيه وحاجه ايجابيه محترمه ان انت عندك فرود بيوصل كتير ممكن يضيع وكل حاجه لكن مع الوقت هيجيب. يعني خلي بالك في اتكلموا على ان بواليا ما تاقلمش مع النادي. في واحد مدرب قال الكلام ده. انت عارف ان المدرب ده اصلا لما يجي يفكر في الكلمه اللي هو قالها ده مش شغل تدريب مش فكر تدريب. ليه؟ التاقلم مع الفرقه مش معناها انك تجيب جون هو حسبها انه جون. انت فاهم؟ يعني انت كلمه صدمه وحشه يا كابتن صدمه وحشه. لا بص كلمه انك انت ايه لا بجد اصل انا لا انا اعرف المدرب ده كويس انا اشتغلت مكانه انا مسكت مكانه في الشباب السعودي. ايوه. وطبعا معلش يا كابتن احنا بنتكلم دي لقطات حصريه لشاشه قناه النادي الاهلي وبرنامج الاهلي في المونديال للحظات وصول بعثه النادي الاهلي الى ارض المونديال. زي ما حضراتكم شايفين او زي ما شفتوا من شويه كانت لقطات حصريه من داخل الطائره
وكل البعثة المتواجدة مع النادي الأهلي. اتفضل يا كابتن عادل. وسمير عادل هو ربنا طبعاً شفاء. طبعاً بكلمك على أني يعني لما تيجي تتكلم على التأقلم وانت مدرب، لما تيجي تتكلم عليه مش بمعناه هدف، انت معناه انك انت ممكن تصنع اهداف كتيرة، دي بيشوفها المدرب. اما الايه مدرب وايه جمهور، الجمهور عايز هدف. احنا بنقول ممكن الجمهور نعذره ان هو اللقطة الاخيرة اللي بيشوفها عاوز هدف من الفيرود، طالما انت بتلعب راس حرب يبقى انت تجيب هدف. وفي مدرب يشوفها انك انت بتصنع اهداف او انت بتساعدني بعمل حاجة تكتيكية جوه الملعب. فافتكر انه الناس برضو الفلنة التقل بتاع الفلنة من وجهة نظري ده، يمكن نشوف اسلام شوف هاني, هاني ممكن يقولها. هي حصلت معايا اتفضل لما جيت من بلدية المحلة، كانت اول مباراة ليا مع بتروجيت، كسبنا النادي الاهلي ضد بتروجيت. كانت بتروجيت اول مباراة ليا مع النادي الاهلي، كنت قاعد احتياطي، مستر مانو نزلني اخر ربع ساعة وجبت جولين. فعايز اقول بعد كده يعني برضو يعني كنت كويس كل حاجه، بس ما يعني ما كنتش بلعب كتير طبعا. طبعا كان في نجوم كبيره جدا زي فلافيو، عماد متعب، احمد بلال، فاللعيبه دي طبعا ليها رصيد كبير جدا عند النادي الاهلي. وحته الصبر ان انت تصبر، ان انت لما يجي لك الفرصه في ناس ممكن تيجي وما تلعبش. يعني محمد شريف كان ماشي كويس، بعد كده قعد. الراجل بيشتغل، لما بينزل في اي مباراه تاني بيأدي بشكل كويس. مروان محسن نفس الكلام. انا عايز اقول النادي الاهلي دايما عايز اللعيب اللي هو فايتنج، اللي هو عايز يشتغل عجول كتير، عايز اللعيب اللي هو مقاتل. فدي طبعا انا شايف ان بواليا شغال بشكل كويس، مش عيب ان انت بتضيع، لا انا شايف ان انت بتعمل. ممكن يكون المدير الفني طالب منك نواحي معينه او حالات معينه، محتاج اعداد نفسي اكتر من فني. اكتر من فني. فانا يعني اعتقد ان هو صفقه كبيره جدا، وصفقه النادي الاهلي. والنادي الاهلي عايز اقول برضو حاجه كابتن، النادي الاهلي مش بيتعامل مع اللعيب بالقطعه، او مش بيتعامل زي ما بيتعامل مع المدير الفني بالسيزون او بالبطوله مثلا. نفس الكلام للاعب، النادي الاهلي مش جايبك عشان انت تلعب ماتش او اتنين او تلاته عشان كده تقيله الفانيل على الناس. بالظبط.